بكم. أغلق المؤشر العام للسوق المالية السعودية جلسة اليوم على تراجعات فاقت 1% عند مستوى 6268 نقطة وسط تراجع لأغلب قطاعات السوق، وبلغت قيم التداولات اليوم 4,450,000,000 ريال سعودية بالتداول على 274,770,000 سهم. أما بالنسبة لحركة الأسهم فقد احتل سهم المتحدة للتأمين الأكثر ارتفاعاً ب 9.18 نقطة مئوية، وكان الأكثر انخفاضاً في هذه الجلسة ملاذ للتأمين ب 9.19 نقطة مئوية. أما الأكثر نشاطاً بالكميات فكان سهم دار الأركان بأحجام تداول تجاوزت 56,350,000 سهم، بينما كان سهم سابك الأكثر نشاطاً بقيم تخطت 754,370,000 ريال.